وكان هناك رجل صالح يدعى نوح، فاصطفاه الله رسولا، فبدأت دعوة النبي نوح لقومه. كان قومه يعبدون 5 رجال صالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. كان النبي يدعوهم آناء الليل وأطراف النهار لعبادة الله وحده، وهم يصرون على كفرهم واستكبارهم، ويصر النبي نوح عليه السلام على دعوتهم ويخشى عليهم من عذاب الله. وفي كل مرة يأتون بحجة ليرفضوا دعوته، بقي النبي نوح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يمل، وهم لم يؤمنوا حتى زاد فجورهم وهددوه بالرجم والإيذاء. فأوحى الله إليه أن يا نوح لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن.